واحنا بنتكلم يا جماعه على الجمهور. جمهور اللي كل مسؤول النادي بيخاطبوه حاسين بفضله حاسين بقيمته هو الجمهور في كل مكان وعلى كل الاعمار وكل الثقافات وكل المستويات في مصر وبره مصر، لانه حتى كمان اللي بره مصر الناس قد ايه الاهلاويه في كل مكان من غير المصريين كانوا منتشيين جدا وسعداء بما يتم. في مصر هنا ناس كبيره في السن، يمكن المهندس عدلي بيكلمني من واحنا في الفاصل بيقول لي انا في حد من دمنهور كلمك وقعد يبكي. في نص المكالمه لقيته قلت له ايه يا حاج افرح. الى هذا الحد بصوا يا جماعه، بص الاهلي عايش في وجدان الناس الحلوه الجميله ازاي. شوفوا اللقطه دي. أهلاوي يا أبو عثمين. كم سنة بتشجع الأهلي؟ من شغلي. من كام؟ من كام سنة؟ من 40 سنة. 40 سنة؟ 40 سنة. أه. إيه رأيك في الماتش النهاردة؟ 100 100. الحمد لله للأهلي. بس انا عايز اسالك ايه سر الدموع دي؟ بتحب الاهلي للدرجه دي؟ اه موت الاهلي. الاهلي مشرفنا، الاهلي مشرف الدنيا كلها واي حد خلاص. مليار مبروك يا حاج، مليار مبروك، مليار مبروك يا عم. الف الف مبروك للاهلي. اكتر واحد عجبك في الماتش مين؟ امام عاشور. امام عاشور وسيد سعاد. الفرقة كلها شغالة، الفرقة كلها شغالة، كلها شغالة. خفت شوية يا حاج من لا يجي جول يضيع؟ طبعًا طبعًا. الدقيقة كام تقريبا؟ الدقيقة في أول ماتش، أول 10 دقايق، أول 10 دقايق. الأهلي 100 100، وأي حد يتكلم على غير الأهلي يبقى مش أهلاوي. الحمد لله للأهلي. أهلاوي يا أبو عثمين. كم سنة بتشجع الأهلي؟ من شغلي. من كام؟ من كام سنة؟ من 40 سنة. 40 سنة؟ 40 سنة. أه. إيه رأيك في الماتش النهاردة؟ 100 100. الحمد لله للأهلي. طبعًا دموع صادقة، إحساس صادق، ولكن أيضًا كلمة هايلة جدًا بسيطة، لكن أنا معاها بكل جوارح. أي حد يقول كلمة وحشة على الأهلي مش اهلاوي، لا يمكن يكون اهلاوي. ده بكى لما اي حد يعمل تصرف يسيء للنادي الاهلي ولا يخدش النادي الاهلي محدش هينساهوله، يبقى مش اهلاوي. بس